السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكاترة؟ كل سنة وانتم بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن يعني مش هقول انها محاضرة، هقول ان هي حاجة بسيطة كده، مش هتاخد مني حوالي ربع ساعة ان شاء الله. هنتكلم فيها سريعا عن البوتوكس، ايه هي القصة بتاعته، ايه هو الميكانيزم اوف اكشن اللي هو عن طريقه ازاي افعل البوتوكس في حاجات بعيدة عن الشبهات. بكرر الكلام بتاعي، انا لست شيخ ولست اهل للفتوى، ولكن حقيقة اللي لفت نظري ان ناس كتيرة جدا بتتواصل معايا، خاصة تقول لي البروسيجر ده حلال ولا حرام، واقول لهم انا حقيقة مش بفتي، ولكن اللي انا متأكدة منه ان احنا احيانا ما بنعرفش نفرمل. يعني احيانا بيبقى سهل ان انت تقولي لا في الاول، لكن بعد ما بتبقى انسرتد في اي موضوع صعب ان انت تقولي لا. وليكن مثلا واحد عامل دايت، سهل جدا ان هو من الاول يقول انا مش هاكل شوكولاته، ولكن بمجرد ما خد حته شوكولاته خلاص خلصت القصه، بيروح بقى يعني واكل القالب كله. صعب جدا ان انا افرمله عند حته معينه. فالصح والقوه ان الواحد ينقى بنفسه عن مواقع الشبهات. انا كلامي عام، مش بتكلم عن بروسيجر معين، تمام؟ ودايما يعني اضرب مثل اقول ان مثلا لو انت جات لك حاله، والموضوع ده انا حصل لي انا شخصيا، ان واحده قالت لي ان انا مثلا عملت بيجين في الحته وقعت، فمحتاجه مثلا فيلر في المكان ده، فلقيتها في نفس الوقت بتطلب فيلر في اماكن تانية. فهل هي منطقي ان انا هحقن المكان ده واقول لها كلمي كملي فيلر مثلا في مكان تاني؟ لا. فده اللي بيحصل بالظبط، ان انت حتى او انت وانتوا بتشتغلوا في حاجات اللي هي على الرأي اللي بيقولوا رد الشيء لا اصله ما فيش منه مشكله خالص، مش هتقدري تقولي لا لو طلبت منك في نفس الوقت اللي تعملي فوليوم للشفايف. فحقيقه الصح، يعني انا شايفه ان الصح والله اعلم البعد عن الشبهات. وطبعا يعني الاختبارات صعبه، في اللي هو الموضوع مش فارق معاه لان هو ماديا مكتفي، وفي فارق معاه لان هو محتاج الماديات. فحقيقه كان لازم نساعدهم، يعني احنا لازم ندي البديل، ولو ما لقيناش البديل مش معنى كده ان ده يبقى حلال ان انا اعمل الحاجه الحرام، او الصح ان انا اعمل حاجه اللي فيها شبهه، لا. ولكن كل ما في الامر ان احنا المفروض نتعاون عشان نوصل للحل البديل. ازاي اشتغل في العياده بتاعتي واشتغل جزء يعني الجلسات اللي هي تصنف ان هي يعني الاوت كام بتاعها هيبقى احسن، لان بصراحه بامانه شديده الجلد ما بيجيبش فلوس ولا بيثبت مستوى. يعني انت مثلا لو جالك عين سورايسس، انت ممكن تديله الميسوتريكسيت وفلان يديله الميسوتريكسيت، لكن انت تتابعي صاحب التحاليل، العيان مش هيحس بالجزء الصح العلمي اللي انت مشيتي بيه. طبعا ارضاء ربنا الاساس وكل حاجه، ولكن احنا بنتكلم على جزئيه ازاي ان انا اشتغل، ازاي ان انا اعمل جلسات من غير ما ادخل في شبهه، اعمل حاجه حرام او ادخل في شبهه حرمانيه. ندخل في الموضوع بتاعنا. اول حاجه لما نيجي نتكلم عن البوتوكس، البوتوكس ده اصلا نيوروتوكسين، وكان مطلعه بكتيريا اسمها كوليستيبيديوم بتيلانا. الكوليستيبيديوم بتيلانا لما كانت بتطلع التوكسين دوت، التوكسين حقيقه من الحاجات التوكسيك جدا، وكان بيحصل دس. وصنفوا او قالوا ان الكميه اللي تخلي الواحد يموت كانت من 1.3 ل 2.1 نانو جرام بير كي جي، ده لو اتحقن انترافينوس. بداوا بعد كده يدرسوا البتيلانم ويطلعوا منه او يعرفوا يستخرجوا منه 7 سيرو تايبس، او يتعرفوا على 7 سيرو تايبس. كان السيرو تايبس ده من الال جي، ولكن اشهر الانواع اللي احنا بنستخدمها الاي والبي. وعايزه نقول ان احنا تقريبا كل الانواع اللي احنا بنستخدمها بكل اسماء الشركات هي اي، ما عدا الماي بلوك هو البي، والماي بلوك بيستخدموه اكتر في السيرفايكال ديستونيا، ولكن حقيقه هم لما استخدموه يعني كان هدفهم ان هم يطلعوا حاجه ستيبل، لكن لما استخدموه الاي ديفيوجن بتاعه كان عالي جدا، وحصلت منه نفس مشاكل البوتوكس اي بالاضافه لعمليه الديفيوجن اللي عملت لهم مشاكل اكتر، تمام؟ البوتوكس لما بيجي يشتغل بيشتغل ازاي؟ هو الوظيفه بتاعته ان هو بيمنع الاستايل كولين ريليز، تمام؟ ما دام بيطلع الاستايل كولين ريليز، الاستايل كولين ده موجود فين؟ موجود عند الاوتونوميك جانجليا، وموجود عند بوست جانجليونيك بارا سمباثيك وسمباثيك، وموجوده كمان عند نيو ماسكولار جانكشن. معنى كده ان انا لما بمنع الاستايل كولين بعمل نوع من الكيمو دينرفيشن للمصل، يعني المصل كده خلاص مش واصل لها ترانسميتر اللي على اساسها بتعمل الاكشن، فبيحصل ريلاكسيشن للمصل. وكانت ده الفكره اول ما اكتشفوا البوتوكس، اللي كانوا بيستخدموه اكتر في الاول في الحاجات الاوفثالمولوجي والنيورولوجي، بيستخدموه للهيميفيشال سبازم والبليفرو سبازم والاسترابيزمس. فلقوا ان الناس بعد ما كانوا بيتحقنوا الرينكلز بتاعتهم فكت، فبدا على التسعينيات يدعم دور البوتوكس يبقى دوكيومنتد في تريتمنت اوف رينكلز، تمام؟
لما بدأوا يدرسوا البوتوكس أكتر لقوا إن حياة البوتوكس مش بس بيشتغل على الأستايل كولين، والأستايل كولين مش وظيفته بس اللي هو السيجنال ترانسدكشن، ده الأستايل كولين كمان لقوا إن هو بيعمل استيميليت للإنترلوكين 4 والأديهيجين موليكيول، وصنفوا إن الأستايل كولين ميديتور مهم للإيتشنج، وما دام قلت إيتشنج يبقى ميديتور لعملية البين. يبقى دي كده رقم واحد، والكلام اللي أنا بقوله ده مهم جدا لأن هو على أساسه هقول إزاي هستخدم البوتوكس في الأذر ديرماتولوجيك ديس أوردرز، وعلى أساسه وأنت قاعدة في العيادة هتقدري تفعلي البوتوكس في حاجات تانية. يعني مثلا انا قلت لك ميكانيزم معين انت على اساسه ممكن تفعلي البوتوكس في الديسيز اللي مبني على نفس الميكانيزم. ليه؟ ان هو زي ما اتفقنا بيأثر على الاستايل كولين، والاستايل كولين بيزود الاديجين موليكيول والانترلوكن 4، فمعنى كده ان انا لما اأثر على الاستايل كولين هقلل الانترلوكن 4، ده اللي هو مميز في الاتوبيك درماتيتس وفي حالات الاكزيما. تاني حاجه ليه؟ ان هو بيعمل انهبيشن للماست سيل والايزينوفيل، يبقى معنى كده ان انا ممكن استخدمه في الالرجيك كونديشن والماست سيل بتاعت روزيشيا، فانا ممكن استخدمه في روزيشيا والفاشيال اريثيما. ليه؟ ان هو ليه رول على الفايبر بلاست، انه بيمنع البروليفيشن والاجريجيشن وبيمنع تحويل الفايبر بلاست لمايو فايبر بلاست. فدي كانت فكره ان انا استخدمه في حالات ايكيلويد واستخدمه في السكارس، ان انا يعني امنع المايو فايبر بلاست اللي بتعمل كونتراكشن وبتشد على السكارف اريحه، سواء كان السكارس العادي اللي هو الهايبرتوفيك سكارس او البوست او الاتروفايد سكارس، واحنا فعلا استخدمناه في البوست اكني سكارس، وفي بيبر منشوره عندكم في جورنال اوف كوزماتولوجي على البوست اكني سكارس، كان انا نشرتها من حوالي شهرين. تمام. له كمان ان هو ليه تاثير على الميزانكايما ستيل سيل اديبوس تيشو، وليه تاثير على الكرياتينوسايت. ليه؟ من خلال تاثيره على الاستايل كولين بيقلل عمليه السويتنج. تمام. ولما قلل عمليه السويتنج مش بس فكرنا ان احنا نستخدمه في الهايبر هيدروزيس، لا استخدمناه كمان في كل الدرماتوزيزيس اللي ممكن تبقى اكزاجيريتد باي هايبر هيدروزيس. زي ايه؟ زي اللينيوم اي جي اي درماتوزيزيس، زي الابيدرموليسيس بلوزا، زي الدبيب، زي الهيلي هيلي، زي الانفيرس رايسس، وزي الهيدرودينيتس سبيوتيفا. ولو افتكرت حاجه هقولها لكم في الوسط وانا بشرح في الكلام. لقوا ان هو بيأثر برضو الاستايل كولين له علاقه بالسيبيشس جلاند، فمعنى كده ان هو بيقلل السيبوسايت يعني السيبم برودكشن، والسيبم برودكشن يبقى هيشتغل على السيبوريا، وكمان السيبم برودكشن والسيبوريا ليها رول في الوايت بورس، فكان دي فكره استخدامه في الوايت بورس. تمام. على كده يبقى انا بعد كده من خلال الميكانيزم اوف اكشن اوف بوتوكس اللي بيشتغل على الكيراتينوسايت والفايبر بلاست والاستايل كولين والميزنكايمال ستام اديبوس تيشو والايزينوفيل وعلى الماست سيل على السويت والسبيشس جلاند قدرت اطلع درماتولوجيك يوزز كتيره جدا. يبقى انا معنى كده وانا قاعده كده اي درماتوزيسيس اكريفيتد باي سويتنج فانا ممكن استخدمه في حاجات اصلا ليها علاقه بالسويت جلاند زي السيرينجوما وزي الهايدروسيستوما. استخدمه، ممكن استخدمه. المانا يبقى في الحاله دي اكراين نيفس ممكن استخدمه، ممكن استخدمه. تمام. في حاجه كانت مهمه وحقيقه انا شخصيا ما كنتش قوي بيها، ان احنا لما بنيجي ناحيه بوتوكس لاي حد، يعني كل اللي بيهمنا او كل اللي بناخد هيستوري ليه حقنتي بوتوكس قبل كده، طب حصل لك حساسيه، لان احنا شيء طبيعي اي واحد الرجيك لاي كومبوننت ببعد عنه. ولكن كنا مش انا عن نفسي ما كنتش عارفه ان في حاجات ممكن تقلل الافاكاسي اوف بوتوكس وانترفير او انتاجونايز الاكشن اوف بوتوكس، زي ايه؟ زي السايكلوسبورمين وزي الانتي مالاريال وزي مجموعه الامينو جلوكوزايد وحاجات تانيه زي البنسلامين والساكسانايل كولين. معنى كده ان انا لما اجي استخدم البوتوكس في عيان ماشي على سايكلوسبورمين او على انتي مالاريال، ودول اشهر دوايين عندي، او امينو جلوكوزايد زي بعض الانتي بايوتيك، اخد بالي ان دول ممكن يقللوا الافاكسي اوف بوتوكس. ودي حاجه يعني لما انا اتكلم النهارده على الافكت اوف بوتوكس في الديرماتولوجيك ديس اوردرز، ممكن العيان اصلا بتاع الديرماتولوجيك ديس اوردر جاي لك ماشي لك على الادويه دي، لان دي الادويه بتاعتنا سواء كان الانتي مالاريال او السايكلوسبون، فاخد بالي ان دي ممكن تكون عائق اصلا ويخلي لي البوتوكس ما يشتغلش عندي كويس. تمام. نبدأ بقى نستخدم يا ترى حاجة حاجة كده من الحاجات اللي احنا ممكن نفعل فيها البوتوكس. في حاجات احنا اشتغلناها واتكلمنا عنها ونوهنا عنها ونزلنا بريسيرش عليها، يعني هترجعوا ان شاء الله يعني بعد ما ننزل المحاضرة دي هننزل الملف كده مجمع ونحط فيه البريسيرش اللي احنا نزلناها لاستخدام البوتوكس، وكل بقى ما نزود حاجة تانية نبدأ ان شاء الله ننزلها لكم. اول حاجه انا قبل ما اتكلم في الدرماتولوجيك ديس اوردرز اللي انا هستخدم فيها البوتوكس وطريقه الكونسنتريشن وطريقه الحقن واستوى الحقن،
احب بس اطمن الناس اللي دماغها بتعمل ايرور في الميز، ان انا في اخر الفيديو ان شاء الله هعمل لكم طريقه ازاي دماغك ما تضربش ايرور وانت بتحسبي الدوز اوف بوتوكس في والدوز اوف اي حاجه، يعني دماغك ما تخبطش ما تلخبطش سريع. انا واحده من الناس كده، فلما عشان افهم الدوز بتاع كل واحده، هي كانت موجوده في البيبر بطريقه مكلكعه سنه، فعشان افهمها عملتها بالطريقه ديت، لان انا من النوع اللي برضه دماغي مش حسابيه قوي، فعملتها بالطريقه دي. ففي اخر ان شاء الله الفيديو هعمل لكم طريقه كده حسابيه تحسبوا منها اي حاجه. يعني انا الاول هقول لكم ديماتولوجيك ديس اوردرز وايه هو الميكانيزم اللي هيشتغل بيه، او خلاص انتوا تلقائيا عارفينه، وانتوا والحسبه دي الناس اللي دماغها خلاص ناصحه في الماس هتفهم مني انا هحن قد ايه، والناس اللي دماغها تضرب ايرور تاخد عدد اليونت اللي انا قلتها وتروح عامله بيها الايكويشن اللي انا هعملها في اخر الفيديو. اول حاجه احنا اتفقنا ان هو بيأثر على الماست سيل، تمام، وبيأثر لي على الانفلاماتوري ميديتورز، فده منطقي جدا ان انا اشتغل بيه في روزيشيا واشتغل بيه في الفاشيا الاريزيما، تمام على كده. طيب انا يعني قبل ما اتكلم، معلش، انا جمعت لكم الامراض اللي فيها تركيزات واحده وطريقه حقن واحده عشان يبقى الموضوع يبقى سهل، تمام. فمعنى كده ان انا عندي روزيشيا والفشل الابسيما بيشتغل عليها بنفس الميكانيزم في اكشن، وخصوصا لو كان سبب الفشل الابسيما كانت روزيشيا. والوايت بورس، الوايت بورس قلنا عن طريق ايه؟ عن طريق انه بيشتغل على الاستايل كولين اللي بيتاثر في السبيشس جنان، فبيقلل السيما، تمام، فبالتالي بيحسن لي الوايت بورس، وكمان ان هو بيشتغل على الابيكتو بايلاي مسل، فبيحسن الكونسيستنسي بتاعه الجلد وبيخلي شكلها احلى. الدوز بتاعته بحتاج قد ايه؟ بحتاج فيها 20 يونت. 20 يونت، طب واحد يقول لي 20 يونت هظبطها ازاي؟ واحد دماغه ضربت ايرور، هقول له 20 يونت دي اقرب حاجه ليها تركيز، يبقى معنى كده ان انا هجيب الفايل اللي هو ال 50 هحله على سنتي، تمام، يبقى ال 50 متدوبه في سنتي، معنى كده ان كل يونت متدوبه في شرطتين، انا عايزه 20، يبقى هسحب لحد العلامه ايه؟ لحد العلامه 40. اللي دماغه حسابيه ولقطها مني دلوقتي كان بيها، اللي دماغه ما لقطتهاش ما يقلقش خالص، هعمل له حسبه في اخر الفيديو تاني، تمام. يبقى مره تانيه، انا في الروزيشيا وفي الفاشيا الابسيما وفي الوايت بورس انا بحتاج 20 يونت، انا بجيب ال 50 وادوبها في سنتي، وبعد كده اسحب بالسرنج لحد العلامه 40، لان اليونت الواحده كانت متدوبه في شرطتين، فال 40 هي اللي فيها 20 يونت، تمام، واوزعها على المكان، اوزعها احقن انهي مستوى، انا ما بحفظش هو الابسيما ديت واللانجكتيزيا والقصص دي كلها ايه المستوى بتاعها، مش مستواها درمس، يبقى انا محتاجه ان انا احمل انترادرمال واعمل بليب، ومسموح لك ان انت تشتغلي كمان بعمليه المايكرو نيدنج، ولكن انا يعني نصيحه مني شخصيه، واحد دماغه وشه ابيسيمتس وانفليمت، يبقى بلاش بالمايكرو نيدنج في البوزيشن والفاشيال الابيسيما، وممكن فعلا تعمليها في الوايت بورس، تمام. طيب لو حاله بوست اكني سكارس، كنا اتكلمنا عن كده عن البوست اكني سكارس ونزلنا بروسيجر عنها، ايه هو الميكانيزم في اكشن؟ انها تشتغل على الاستايل كولين، فبتعمل كيمو دينرفيشن للمصل، فبيحصل سموث مصل ريلاكسيشن، تمام، سوري مصل ريلاكسيشن، فلما يحصل مصل ريلاكسيشن بتقلل الشده اللي موجوده على السكارس. طب نحقن فين؟ نحقن في الايدج اوف ذا سكار، وممكن نحقن في السكار نفسها، ولكن انا افضل الايدج اوف ذا سكارس. مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني 10 يونت، تمام. طب ما دام 10 يونت يبقى القصه ايه؟ يبقى هاخد ال 50 احلها على سنتي، تمام، يبقى معنى كده برضو كل يونت متدوبه في شرطتين، انا عايزه 10، يبقى هسحب لحد العلامه 20، محتاجه 10 يونت. طب ال 10 يونت هعملها ازاي؟ نفس الطريقه، هاخد ال 50 اخففها على سنتي، وبعد كده اسحب بالعلامه لحد العلامه 20، واروح مخففه تاني على سنتي واروح حقنه، تمام على كده. يبقى القصه كده بقت سهله، في الفيزيشيا والفاشيا الابيسيما انا ما هاخد ال 50 احلها على سنتي، وبعد كده اسحب لحد العلامه 40 اللي فيها 20 يونت، واخففها تاني على سنتي عشان توزع معايا في المكان. لو بوست اكني سكوبس انا محتاجه 10 يونت، يبقى بعد ما اخفف ال 50 على سنتي هسحب لحد العلامه 20، 20 شرطه صغيره، او لحد العلامه 20 في سرنجه الانسولين 100، كل كلامي النهارده على سرنجه الانسولين 100 اللي هي 100 شرطه، واروح مخففاها تاني، اشد واسحب تاني سنتي، واروح مقسماها على المكان، ممكن بطريقه البلب، وممكن بطريقه على في الايدج اوف ذا سكارس، وممكن بطريقه المايكرو نيدلينج، مسموح لك الاثنين، تمام كده. طيب بعد كده في الاندروجينيتك الويشيا، طب ايه هو الميكانيزم بتاعي في الاندروجينيتك الويشيا؟ الميكانيزم بيعمل سموث ماسل ريلاكسيشن، فبالتالي هيبقى ليها فازو دايليتور افكت، وقلت يعني حكيت ميكانيزم في اكشن بتاعها في التفصيل في محاضره الاندروجينيتك الويشيا اللي موجوده على اليوتيوب. يا طب طريقه التخفيف ايه؟ انا مسموح لي في السيشن استخدم 50 يونت، ومسموح في بيبر كتبت 100، وفي بيبر كتبت اب تو 150، احنا لما اشتغلناها في الاسم اشتغلنا بال 50، خدنا ال 50 يونت خلاص وخففناهم على خمس سرنجات انسولين،
خلاص على كده. معنى كده ان كل 10 شبط صغيره كان فيها يونت واحده، كنت بحقن في كل مسافه سنتي 10 يونت. في بيبر كاتبه لا احقنه 2 يونت، وفي في بيبر كاتبه 2 يونت ونص، عادي جدا باخد الفايل ال100 واخففه على ال5 سرنجات، بس الفرق ان نفس ال10 شبط هيبقى فيهم 2 يونت مش يونت واحده. تمام على كده، ده كده في حالات الاندروجينيتك الوبيشيا. طيب نمسك بقى بعد كده الدرماتوزيزس، اللي هي سواء كانت فيها هي يعني هايبر هيدوزس من الاول، او ديرماتوزيسيس اجريفيتد باي هايبر هيدوزس. عندي هحط فيها الهايبر هيدوزس، واحط فيها الهيدرودينيتس سابيرتيفا، واحط فيها هيلي هيلي، واحط فيها الدبير، واحط فيها اللينير اي جي اي ديرماتوزيسيس، واحط فيها الابيديرموليسيس باللوزا، واحط فيها الانفيرسس رايسس. في الهايبر هيدوزس والهيدرودينيتس سابيرتيفا بسهوله جدا، والهيلي هيلي والدبير باخد الفايل اللي هو ال100 وافكه على 4 سرنجات انسولين. تمام على كده، 4 سرنجات انسولين اللي هي متقسمه 100 شرطه. تمام، وعلى كل جنب سرنجتين. بحقن قد ايه؟ بحقن لحد العلامه 10، يعني 10 شرط. كام انجكشن سايت؟ 20 انجكشن سايت، مكتوب في اماكن تانية 15 انجكشن سايت. الحقن الليفل بتاعه ايه؟ خلاص بقى الموضوع بقى سهل. انا الحقن، انا الاستراكشر اللي انا عايز اشتغل عليه موجود عندي في الدرم، سيبه بحقن انترا درمال وبعمل ايه البليب بتاعي. تمام. طيب الكيلويد، الكيلويد هيشتغل ازاي؟ هيشتغل على الفايبر بلاست، وبيمنع تحويل اجريجيشن وبروليفريشن، وبيمنع تحويل الفايبر بلاست للماي فايبر بلاست، فبيقلل التنشن اللي موجود على السكارس. وكمان وحقيقه هو في الكيلويد مش الاكشن بتاعه بس ان هو يقعد لي شويه وخلاص، لا ده كيراتيف افكت بامر الله بسهوله ويسر. انا محتاج ال50 يونت، ال50 يونت على يعني بوزعه لواحد عنده كام ليجن، كام كيلويد كده صغير. المفروض ان انا بجيب ال50 بحلها على سرنج بعد كده، وبحقن 2.5 يونت. ال2.5 يونت دول هيبقى موجودين في 5 شرط. كل ما حد دماغه تعمل ايرور ما يقلقش خالص، الفيديو اللي في الاخر هديكم مثال على حاجه وانتوا هتكملوا بيه. هحقن 5 شرط في كل مسافه سنتي من الليجن، ومسموح لك ان انت تحطي في السيشن ال50 يونت، مفيش اي مشكله خالص. في السرايسس، لو انا جيت اتكلمت في السرايسس فبير بلوك، يعني هشتغل على بلوكايه واحده، مسموح لي في البلوك ان انا استخدم 30 يونت. ال 30 يونت يعني معنى كده هجيب الفايل بتاعي، هجيب ال 50 وهحله على سنتي، وطالما ال 50 متدوبه في سنتي فمعنى كده اليونت متدوبه في شرطتين. ولو انا محتاجه 30 هسحب العد العلامه 60 واخفف واشد تاني واسحب لصلاين لحد اخر السترنج، واروح سحقنا في المكان بتاعي. والسرايسس كل الليجن كل المشاكل بتاعته سرايسس موجوده انترا دورمال ومنطقه الابيدرمس، يبقى انا بحقن انترا دورمال في مسافه سنتي من كل من الليجن من البلوك بتاعتي. طب لو انفيرس رايسس؟ لا، لو انفيرس رايسس خلاص بقى انا بجيب المسافه، الانفيرس رايسس دي مسافه كبيره، فبجيب الفايل اللي هو 100 واروح مخففاه، والله قضب المسافه يخففيه على سنتي لو يقدر او على 2 سنتي، واحقن في كل شرطه 2.5. طب 2.5 دي كانها ايه؟ والله لو انا مخففه ال 100 على 100 يبقى ال 2.5 يونت هي 2.5 شرطه، لو انا مخففه على سرنجتين يبقى معنى كده ال 2.5 يونت موجود في 5 شرط. خلاص، في كل مسافه ايه؟ في كل مسافه سنتي من الليجن. اويلي سكين، وش بقى سيبوريه، واحنا قلنا ان هو بيأثر على الستايل كولين، فبيأثر على السيبشس جلاند وبيقلل السيبوريه وبيقلل السيبم برودكشن، مسموح لي ايه؟ مسموح لي برضه ب 30 يونت بنفس الطريقه. 30 يونت دي اقرب حاجه ليا ايه؟ اقرب حاجه ال 50، ال 50 احلها على سنتي، يبقى عشان اخد 30 احلها على 60، مستوى الحقن بتاعي هيبقى انترادرمال واعمل بلب. خلاص تمام على كده. طيب من ضمن الحاجات الهايدروسيستوما، الهايدروسيستوما التوزيع بتاعها غريب شويه. هو قال لك هتجيبي، طبعا هو بيتكلم على مين؟ هو بيتكلم على واحد مش عنده هايدروسيستوما واحده، هو بيتكلم على واحد عنده مالتيبل هايدروسيستوما، عشان كده جاب كميه كبيره. ولكن انت عندك الوحده اللي انت محتاجاها. هو جاب 300 يونت في البيبر بتاعته وراح مخففها على 4 سرنجات انسولين، معنى كده 300 متوزعه في 400. فبالحسبه اللي انا هوريها لكم بعد كده لقينا ان كل شرطتين فيهم يونت ونص، ودول اللي انا محتاجاهم ليجن، يعني كل ليجن هحقن فيه يونت ونص اللي هو يساوي شرطتين. فين؟ انترادرمال في مكان الليجن. خلاص، بيب ليجن، يبقى كل ليجن هحقن فيه يونت ونص اللي هي تعتبر شرطتين. تقريبا كده انا وصلت لكل الدرماتولوجيك يوزس، يعني حتى لو نسيت حاجه انتوا خلاص بالعقل كده ممكن بقى تعوضوها لنفسكم. خلاص، البانفليكس واللاد هيتعملوا بنفس طريقه الهيدرودينيتس سابريتيفا والهايبر هيدوز، هجيب ال 100 وافكهم على 4 سرنجات وسرنجتين لكل مكان. في حاجات البوتوكس فيها كيوراتيف، فمش يعني ف... ف يعني ف... يعني
فلما بتيجي تشتغل الاكشن بتاعها خلاص هي بتشتغل الاكشن ومش محتاجه ان انا اعيد بعد كده. وفي الاكشن بتاع ترانزيانت هيقعد من 4 ل 6 شهور. الاكشن بتاع البوتوكس بيبدا من اول يوم في خلال 4 دايز، وعاده النتيجه بتاعته بتظهر لي بعد اسبوع. ولا دي في الحاجات اللي بتعتمد على السموث ماسل ريلاكسيشن او بتعتمد على الاستايل كولين، لكن حاجه كيابتا لا، محتاجه وقت ان انا اقيم التاثير بتاعها، زي مثلا في حالات السوريسس، في حالات الاكزيما، في حالات الاتوبيك ديرماتيتس. الحاجة اللي أنا عايزة ألفت بس نظركم ليها يا جماعة، إحنا النهاردة بنتعلم إزاي نستخدم البوتوكس في الدرماتولوجيك ديسيز، لكن مش معنى كده اي جامب، يعني مش معنى كده مثلا فور اكزامبل جات لي حاله اندروجينيتك الوبيشيا بسيطه وممكن تتظبط على التوبيكال واروح اي جامب على البوتوكس، الا لو العيان قال لي ايه، قال لي والله انا ما فياش دماغ ادهن توبيكال كل يوم، اقول له خلاص البوتوكس. وحقيقه في الاندروجينيتك الوبيشيا بالذات هو البوتوكس موفر، يعني ما يعتبرش مجهد. السوريسيس مثلا وهتستجيب على التوبيكال، مثلا توبيكال كالسيبيتيول مع ستيرويد، او تستجيب مع توبيكال ستيرويد مع سلبت وحاجه لوكالايزد، ما بقاش جامبنج على طول على البوتوكس. اوعوا تبتزوا العيان عاطفيا. احنا النهارده هدفنا من المحاضره ديت ان انا ازاي افعل البوتوكس من غير ما اعمل حاجه فيها شبهه حرام. فاوعوا بقى من الجنب التاني تعملوا الحاجه الاقصى حرمانيه، ان انتوا تبتزوا العيان اللي مبتلى اصلا بالمرض. هنزل بقى بالفيديو اللي انا قلتلكوا عليه. البوتوكس طبعا لحد دلوقتي يعني مش لاقيين له كونتيم انتي بادز ان هم انتاجونايز الاكشن بتاعته، فلما بيحصل منه مشاكل ريجاردنج مثلا ان هو حصل ريلاكسيشن توزس او ما شابه او كده، طبعا بيحلوها بقطرات وما شابه. ده مش وقتي دلوقتي ان انا اتكلم فيه، لان ده مش الانديكيشن اللي انا هتكلم فيها. ولكن اللي انا قصدي عليه ان هو ما فيش انتي بادي تقدر انتاجونايز الافكت بتاعته. بس انا عايز اقول ان كل الدرماتولوجيك يوز الدنيا سيف جدا، ما فيش اي خوف خالص. افهموا بس المرض ايه، الميكانيزم في اكشن بوتوكس فيه ايه، المكان اللي هيشتغل عليه ايه، فهتحددي على اساسه انت عايزه تحقني فين. انترا دايرمال، تحت الليجن برضه على مستوى الانترا دايرمال، هتحقني فين بالظبط، ممكن المكان ده يشتغل مايكرو نيدلنج ولا لا، وهكذا. واحد يقول لي طب الله، هو انا ممكن احقن البوتوكس مايكرو نيدلنج في سوريسس؟ لا، مكوبنرايزيشن فبلاش. ممكن مثلا في البوست اكني سكار؟ ينفع يا سلام، وكده كده المايكرو نيدلنج نفسها هتنبه لي كولاجين، فالامور هتبقى كويسه. دلوقتي هنسال بالفيديو اللي اقدر ازاي احسب بيه او اظبط اي حاجة بجرعة البوتوكس. ان شاء الله هنزل لكم جدول دوت نازل فيه جرعات البوتوكس اللي من البيبر، بس انا يعني حاولت ان انا اسهلها لكم بطريقة اسهل. فبس اللي معرفش يلقط مني اي حاجة ممكن يبص في الجدول ده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا عايزة احسب جرعة البوتوكس ومتلخبطة. جيت مثلا انا قلت لكم ان انا في روزيشيا او في حالات الفشل ايفيسيما انا محتاجه 20 يونت. خلاص دماغي ضربت ايرور، 20 يونت يعني ايه يا جماعه؟ 20 يونت ايه اقرب ليها؟ يبقى في الحاله دي ان انا هجيب ال 50. 50 ايه يونت؟ لازم اكتب اليونت، يعني انا بتكلم عن ايه عشان اعرف احط الداتا تحت بعضيها. ال 50 يونت دي انا هحلها في سرنج الانسولين اللي هي 100 شرطه، اكتب جنبيها كده شرطه عشان ما تلخبطش. تمام، انا محتاجه ايه في الفاشيال ايبسيما او في الروزيشيا او في الوايت بورس؟ محتاجه 20 يونت. احط ما دام بتكلم عن اليونت فاحط اليونت تحت اليونت. يا طب هحتاج قدامها كام شرطه؟ خلاص سهله كده، تباديل وتوفيق. مقص، فاكرين المقص بتاع زمان؟ يبقى 20 باي 100 ديفيجن 50. 50 50 فيها الاتنين ايكوال 40. 40 ايه؟ 40 ايه؟ اليونت شرطة. يبقى انا هبص لحد العلامة 40 شرطة. نعمل مثال تاني للي دماغهم برضو لسه، للي كانوا ساقطين ماس. انا مثلا فور اكزامبل محتاجة 10 يونت في البوست اكني سكورس. اقرب حاجة للعشرة الخمسين. 50 ايه؟ يونت. احلها في كام؟ في سرنجة انسولين. بتكلم على اللي مترقمة 100. انا محتاجة 10 يونت، احط اليونت تحت اليونت، اوعى تنسوا تحط اليونت هنا. محتاجة كام؟ يبقى 10 باي 100 ديفيجن 50. 2 ايكوال 20 شرطة. تمام، 20 شنطة عشان تقدر توزع معايا. بروح مخففاها تاني على سرنجة انسولين، اللي هي سرنجة انسولين. الكلام دوت في كل الحاجات اللي محتاجة يونتات قليلة عشان توزع معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.